تجي تبون نلعب بلوت يوم الله جمعنا الليل تو عيا ينقطع ما في رابع دور الرابع الرابع ماش يا ولد ها. انا برابع ولحب لاعبين ولعدني بلعبها تعوذ من الشيطان والله ما عاد العبها انا من اول كنت العبها احب اللي العبها الحين ما عاد الدنيا ولعد الدنيا العبها ليه لعبت مره طال عمرك مع محمد الرجال هذا وحطيت اول مقابل لي حطيت معنا سلطان وسعيد اخوان كلنا مستلرد اخوانك اللي اكبر منك ايه اخواني ولا سلطان كان متغلب على الرقم تغلب ولي هذا قال لي يا من اختريت انك تخسر ضرب بسلطان كذا وانت صاحي ولا مدري هي بضرب ابى اقوم انا بخربها تتفرقش ابى افرقش بخربها يوم طال عمرك جاء بدات فيديو اللعب ولعبنا وجرت سلطان متغلب انا حذف يابا قلت قم احنا ما نلعب غير مع ابرك منك انت ما عاد نلعب معك يا حذفت يا كذا قال يا العجب ويا واقف خطبنا يجي خطبنا انا نحاش ويطيل السعيد على عوده ويطول يحذفني بي يوم حذفني بي يطسني من هنا اللي واجف تقول قر اللي واجف طالع عند الورقه القشره عند الورقه هذه اللي والله مثل المرحار امسه مثل المدافي من هنا وانا اقول كذا اللي والله نهدى حسيت بالعود اللي وقف يوم وقفنا طال عمرك واخذنا قليل قال العود قال والله ما ندري ايش يسوي الدم غير صفائح يقول كذا عادي وش الراي يا ولد وش الراي قال الراي طال عمرك حط عويدي يقول واحدة ثانية فراسك حط عويدي ياخذون من علبة العويدي كذا وحشون يوم طال عمرك اخذت شوي لي والله ما عاد اشوف يا ولد راسي ما راح تقول كذا تقول تبخر شفت العود الطيب اللي حطيته على الجمر ثم راح يقول كذا ايه مثلا انا راسي راح مثلا هذا والله من طنخاتك اي أيوة والله اخذت شويه طال عمرك الى جانا واحد ابوي بيجي معرخط ومعه واحد مستور حال من العود هالثارين الى جانا طال عمرك والله نقوله وانتم متوشين صدق لا ما احنا متوشين احنا نمزح هذا مزح ايه يا فلك وسقط عود انا لبست طال عمرك العمام يوم لبستها اللي انا قايل كذا شفت قايل كذا بدون عقال قايل كذا انا اكوع بجنب قايل كذا شفت قايل كذا ما في مرزاب غير واحد اقول لك كذا بس انا جلست بجنبه كذا وجلست بجنبه ومتسوع مع جنبي قال وليه تقول انه مرسل علي انا جلست بجنبه قال ويطقري كذا على راس قال فرك راسي هلا صدعني كذا يا صدعني اللي والله نسال مدافي يوم انطلق انت معود من جديد معود من جديد اللي انت بشوف رجعتي وراسي راح يقول كذا بعض الابويه فرق وانا اقوم ويجي واحد من ثاني فرق راسه وانا اقوم والله اني طلعت اني تخرج منها اليوم كذا وش قال ابوك شافه؟ لا ما شافه رحت غيرت الملابس واحد منهم يقول شيل الديره شيل الديره قلت معك ركبت معه والله ما طلع انا اليوم كذا الحمد من الله ولا عاد دام اللي العبها ها خلنا نلعب والمقاط عنها قريب صاحي كان بتاثير العويدي اللي هالحين يعني تأثير اللي قال يا خال العافية لو ما تطببت فيك أنا يمدك متك اليوم على يا الحرام أنت تطببك ممكن تراب لي هذا يعني التأثير اللي قال عينا نصرف الأودية